تجاعيد العدو ديال المراه. واخا اليوم كاين كل سيده في الحقيقه وعلى حسب، كاين اللي كتقول لك والحمد لله عاش ديك الشيء اللي في وقته، كل حاجه عندها لو شارم ديالها، يعني كل سن وعنده الحلاوه ديالو، والسيده كتكون مصالحه مع راسها وبخير خرج لها التجاعيد ولا ما كاين باس ولا شويه ديال الشيب ما كاين باس. وكاين السيدات اللي العدو اللدود ديالهم هي شي حاجه سميتها لغيد او التجاعيد، خصها ما يبانش السن او تاثير ديال السن على الوجه ديالها. وحنا كنعرفوا على انه طبعا عند المختصين في العلاج بالطبيعه هناك امور كثيره جدا، منها اللي رايجه في الانترنت، منها اللي رايجه في الثقافه ديالنا، منها الامور اللي جبناها من ثقافات اخرى خاصه الثقافه الاسيويه. اليوم معك دكتور عماد، بغينا نعرفوا شنو هي الامور اللي مضبوطه فعلا وعندها منفعه وتتعطي واحد الفائده لمحاربه التجاعيد، وشنو هي الامور اللي راها غير غير كذوب. نعم، فاولا بعدا غير شعواده معلوم، وهادشي كثير، هادشي كثير دابا مع الاسف اي حاجه، وخاصه ان المراه اللي قلبها رهيف، وخاصه ان السيدات سهل الانسان خاصه في هذه المواد هذه ديال الجميليه وهذه ينصب عليهم، علاش؟ لان كيمشيو بالعاطفه وبزاف الحوايج، ولكن اليوم اخواتي غادي نحاولوا نحدوا من هذه المشاكل هذه. فاولا بعدا شنو هما التجاعيد؟ خصنا نعرفوا شنو هو التعريف ديال التجاعيد، ومنين كيجيونا هاد التجاعيد، وحتى بنيتاتنا دابا اللي كيسمعوا لينا غادي نحاولوا حتى هما نعاونوهم باش من دابا يوجدوا راسهم باش التجاعيد ما يبانوش عندهم بكري ولا كاع نهائيا ما يبانوش. فاولا بعد التجاعيد في التقسيم ديالهم كاين عندها جوج ديال التقسيمات، كاين التجاعيد التقسيم الاول كاينين التجاعيد السطحيه اللي كيكونوا غير الفوق، هادو شنو هو السبب ديالهم؟ ان الماء كيمشي لينا من البشره ديالنا، ان البشره ديالنا كتكون بشره حساسه، ومنين كيمشي لنا الماء من البشره والبشره كتكون حساسه، ديك البشره ديالنا دوك الخلايا كيبقاو كيتجرحوا وكيخرج منهم الماء، والبشره كتكمش وكتولي حرشه، ومع الوقت بحال البشره كتبقى كتمشي لهذيك الحيويه ديالها، كتفقد النضاره ديالها، هذه التجاعيد السطحيه. كاين النوع الثاني اللي هو التجاعيد المتوسطه في العمق، ما سطحيه ما غارقه، هادو مالهم؟ هادو المشكل ديال السطحي اللي كيكون ما كيبقاش الماء والبشره ديالنا كتولي مقشره وكتفقد وكتولي باهته، ما كندركوهاش وما كنديوهاش فيها كيزيد يهبط لينا داك المشكل لتحت، ملي كيهبط لتحت كيولي كيقيس لينا الطبقه المتوسطه ديال البشره ديالنا، هنا كيوليو تجاعيد متوسطين الغرق. وكاين تجاعيد اللي غارقين، تجاعيد اللي غارقين هو ملي كتقص الطبقه الثالثه، هذا التقسيم الاول. التقسيم الثاني كاينين التجاعيد الديناميكيين، يعني التجاعيد ديال الحركه ديكسبرسيون بالفرنسيه كيتسماو، كاين بزاف ديال الناس يا اما ملي كيخنزروا كيغوبشوا ديك الجبهه ديالهم كتكمش او الجهه ديال العينين، ولا كاين العكس عاوتاني اللي كيضحك كتعطي هاد البشره ديالو كتكمش في بعض المناطق كتعطي هاد المشكل. كنسميوهم لي غير ديكسبرسيون. ديكسبرسيون. وكاين يعني كيتكونوا ماشي بالسن ولكن كيتكونوا بالحركيه او الطريقه ديالنا ديال التعبير اللي كتكون في الوجه ديالنا. هي اللي كتاثر، علاش قلنا ديناميك؟ الديناميكيه هي الحركه. والنوع الثاني هو ثابته ستاتيك اللي كيكون فيهم مشكل ديال المرض، اللي هي النوع الثاني. فبالنسبه قلنا الديناميك والحركي هذا التقسيم الثاني، والتقسيم الاول فيه ثلاثه، قلنا السطحي وشبه السطحي والغارق. ولا الغارق ولا ستاتيك هما بحال بحال، هما التجاعيد اللي صعاب. هنا شنو كيوقع فيهم؟ عندنا واحد اللي ذكرتي اختي سناء اللي هو الكولاجين، هذا الكولاجين اللي هو واحد البروتين اللي كيربط لينا الخلايا ديالنا. نتصوروا واحد السنسله، ناخذوا واحد السنسله ديال النقره كنشوفوا فيها، نشوفوا ذاك النوع اللي فيه كل 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 شكل بوحده وكيسدوه بواحد الحلقات دايرين. فهذاك الكولاجين هي ديك الحلقات الدايره، هي اللي كتشد لينا ديك السنسله باش ما كتقطعش، باش ما كتهرش، هذاك هو الكولاجين. ولكن مع السن الا ما كناش في الاول كنهتموا بالبشره ديالنا، التلوث كذلك، المواد الكيماويه، البشره ديالنا ملي كتكون عندنا واحد التوتر، اش كيوقع لذاك الكولاجين؟ كيضعف، وكاين بعض الحالات اللي كيموت ما كيبقاش خدام.
اذا الكولاجين ملي كيكون مي ما كيبقاش خدام شنو كيوقع ليه؟ ما كيبقاش بحال لاستيك، ما كيبقاش كيتجبد، كيولي قاصح، كيولي بحال الحجره. وما بين الخليه والخليه اللي كيكون ملصقه هذاك الكولاجين اش كيوقع؟ هذاك الكولاجين قاصح والكولاجين اللي حداه من الجهه الاخرى كيكون كيتجبد. اذا هذاك كيتجبد والاخر قاصح اشنو كيبقى؟ هذاك مجبد بزاف ومع المده كيترخى. اذا اش كيولي؟ من جهه الكولاجين من مع اليمين وعلى اليسار مرخي اللي هما التجاعيد، دوك الخلايا ما كتبقاش عندهم المرونه ديالهم وكيعطيونا هذا المشكل هذا ديال التجاعيد. اذا كاينين دابا بعض التدخلات التجميليه اللي كدار بحال البوتوكس مثلا، بحال مواد كيماويه. انا هاد الامور هذه كنصحها ان الانسان يمشي يدير عند اختصاصيين اطباء او اختصاصيين في التجميل اللي كفاءه، لان حتى هاد المواد هذه كتدخل مهربه، وحتى هاد المواد هذه كاينين فيها مواد اللي كتكون ماشي من جوده عاليه ومواد سامه واللي يمكن لا تعطينا السرطان. ردوا البال هاد الامور هذه. تاليا في المجال الطبيعي، في المجال الطبيعي نهائيا ما نمشيوش نديرو اي ماسك بان لينا كنلقاو مكتوب بايعينو بواحد الاسم تجاري تجاعيد، وكيعمروا لك واحد الورقه فيها 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 جورنال قدو قد الخلا، وكيقول لك هاك اجي دير هذا الماسك ديال التجاعيد ودير هذه ودير هذه. نهائيا الماسكات اللي كنديرو كنمشيو بعدا عند اختصاصي هو اللي كيعطيهم لنا، وخاصه في الامور ديال التجاعيد اللي كيكون الحاله الثالثه اللي هضرنا عليها. ومنين كيعطينا الطبيب ديالنا ولا الصيدلي ديالنا هاد الماسكات اللي كيداروا في الوجه عاد كيمكننا نستعملوهم، لان هاد الماسكات كيديروا فيهم مواد بلاستيكيه اللي كتعطيك الاحساس انك ملي كديرهم كتجبد، كيعطيك مواد اللي كتسرع الدوره الدمويه. اشنو كدير انت باش يخدعوا الناس؟ غير كدير هذاك الماسك كتولي كتحس بوجهك كيتحرك، كتحس بوجهك بحال كيقول لك راه الدم ولا كيجري فيه، فهذا غلط، لان تقدر تكون واحد الحساسيه مفرطه ويبقى الوجه ديالك احمر نهائيا. وفي المواد الطبيعيه شنو هما المواد الطبيعيه اللي يمكننا نستعملو؟ غنستعملو مواد طبيعيه اللي غادي يدخلوا لينا لهذاك الكولاجين، ونحاولوا نعتقوا هذاك الكولاجين اللي باقي يلاه كيموت انه يحيا، وكذلك البشره ديالنا نرجعوا لها المرونه ديالها. وهذا هو الماسك اللي غنعطي ان شاء الله في الاخر ديال الحلقه. شنو هي الوصفه اللي اليوم غادي نحصلوا عليها حصريا على راديو اصوات؟ اذا الوصفه ديال اليوم بدا قبل من الوصفه غندير واحد العادات زوينه خصنا نتهلاو في البشره ديالنا، غير البنيتات اللي غادي يبداو يعني 13 عام 14 عام نوليو كنتهلاو في البشره ديالنا، وكذلك حتى الاخوات اللي كيسمعوا لينا حتى هما هاد التهليه ديال البشره خصهم يديروها. البشره ديالنا خصنا نقيوها دائما نظفوها. الصباح البشره ديالنا كتغسل بالمواد اللي كتغسل بهم البشره، كنديروا الكريم المرطب ديالنا، كنديروا البوماده ديال الشمس ليكرون، هذه ما نهضروش فيها. علاش؟ باش كنعطيو الترطيب للبشره كنرجعوا لها داك الماء اللي كيمشي منها. ثانيا كنديروا ليكرون باش كيحافظ لنا من اشعه الشمس، من هذيك الاشعه الفوق بنفسجيه اللي كضر لنا البشره ديالنا. في الليل نفس العمليه، حيت كاين بعض السيدات وكاين بعض الاخوات اللي كيباتوا بالمواد التجميليه ديالهم، ولا اللي كيكونوا دايرين واحد المواد وكيعكزوا كيقول لك لا حتى الصباح ونغسل وجهي. لا، قبل ما تنعسي اختي الوجه ديالك خصو يكون نقي، خصو يتنظف، وديري الكريمه ديال الليل باش الوجه كتبقى محافظه عليه. هذه مساله بين قوسين. محلول طبيعي باش نمسحوا الوجه ديالنا سهل، غادي ناخذوا القزبور اللي عنده منافع كبيره، كناخذوا ثلاثه ولا اربعه العريشات ديال القزبور، كنطبخوهم في نص سترو ديال الماء صافي، وكنصفيو هذاك نص سترو اللي طبخنا فيه هذاك القزبور كنديروه في الثلاجه، كنمسحوا به في الصباح وكنمسحوا به في الليل بلا ما نغسلوه. هذه مساله. والوصفه ديالنا اليوم ديال التجاعيد اشنو غادي ناخذوا فيها؟ غادي ناخذوا فيها مواد اللي غتحيي لنا الكولاجين. هاد المواد بسيطه وعندنا في المطبخ ديالنا، غادي ناخذوا البطاطا مسلوقه الغنيه بالاملاح المعدنيه وغنيه بالنشا النافع اللي غادي يعاوننا البشره ديالنا باش يجبدها لنا. الدقيق ديال الذره اللي فيه كذلك مواد مفيده للبشره ديالنا ومواد اللي كتحيي لنا هذاك الكولاجين وكتعاونه. عندنا خيزو الجزر اللي فيه ماده البيتا كاروتين اللي كتعتبر مضادات الاكسده القويه. شنو هي مضادات الاكسده؟ اللي كتلقي لنا البشره ديالنا من جميع السموم اللي كتكون فيها. هنا غادي ندخل لكم واحد المكون اللي دائما كتسولوني عليه، واش كيصلح للغل؟ انا عندكم في الدار ما غاديش نخليه يضيع، اللي هو الخميره ديال الشعير، لا لوفيغ دو بيغ، الخميره ديال الشعير. هذه الخميره ديال الشعير حتى هي غادي ندخلوها في هذه الوصفه، واللبن
اللي فيه البكتيريا النافعه اللي كتعطينا لازوت اللي غادي يحفز لنا هذه العمليه كامله. اذا دابا غادي نعطيو المكونات: بطاطا مسلوقه، الدقيق ديال الذره، جزره متوسطه يعني خزوه متوسطه، الخميره ديال الشعير واللبن. بطاطا مسلوقه كناخذوا نص بطاطا مسلوقه بقشورها، الدقيق ديال الذره كناخذوا منه معلقه كبيره، الخزوه او الجزره المتوسطه كناخذوها وكنحكوها محكوكه، الخميره ديال الشعير كناخذوا 5 ديال الحبات ديال الخميره ديال الشعير كندقوهم مزيان، واللبن كناخذوا 2 معالق كبار. هادشي كامل كنخلطوه مزيان وكنمعسوه مزيان حتى كيتخلط وكنحصلوا على واحد الماسك. ولا حسيتوا به باقي ناشف زيدوا شويه ديال اللبن ماشي مشكل. غادي نخلطوا هاد المكونات كامله وكندهنوا هاد الماسك على البشره ديالنا، كنخليوه مده ديال نص ساعه حتى ساعه الا ربع ماشي مشكل، وكنغسلوه بالماء دافي. وهاد العمليه هادي كنديروها 3 ديال المرات في الاسبوع وندوموا عليها دائما الى قدينا ما كاينش مشكل، ولكن على الاقل نستعملوها مده ديال 3 شهور وكونوا على يقين بان غادي توليو كتحسوا بالبشره ديالكم كترتاح، البشره ديالكم كترجع لها الحيويه ديالها، وحتى البشره ديالكم غتوليو كتحسوا بها كتصفى. وهذا الماسك كيديروه البنيتات والاخوات في اي سن ماشي مشكل وما فيش مضره على البشره ديالكم، وهكا غادي نكونوا درنا وقايه للتجاعيد، وكذلك نحبسوا الا كانوا هذوك التجاعيد مازال غادي يكثروا في البشره ديالنا. ابتداء من اشمن سن اليوم الخبراء في التجميل وفي البشره كينصحوا دكتور عماد السيدات بانهم يبداوا يعملوا هاد الاحتياطات هذه اللي كتحافظ على البشره. الوصفات كيمكن نبداوها من 14 عام بحال هاد الوصفات اللي كتكون بسيطه، ولكن المواد اللي كتكون فيها الكولاجين، المواد اللي كتعطينا الليفتينغ ولا ليفي ليفتينغ كيكون مكتوبه او مضاد للتجاعيد، كاع الاسماء هذه تجاريه ابتداء من السن الأربعين، لان الا درناهم قبل هذيك الحيويه والمرونه ديال الكولاجين اللي هضرنا عليه كتموت وما كيبقاش كيخدم بطريقه طبيعيه وكيعطينا هذا المشكل ديال التجاعيد بكري. في العشرينيات شنو هي اهم الامور الطبيعيه والوصفات او الزيوت اللي ممكن السيده تكون كتستعملها في حياتها اليوميه؟ نعم الزيوت نهضروا على العشرينيات والثلاثينات والاربعينات. نعم اذا 20 غنستعملوا زيت الهنديه بالليل، غادي نستعملوا الزيت ديال اللوز الحلو بالليل كذلك، الزيت ديال البابونج حتى هي عندها فوائد كبيره، والزيت ديال الخيار. هادو 4 ديال الزيوت يمكن نستعملهم بالليل. الى الاخت استعملتهم ليا غير مره في, 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 في الاسبوع وحده من هاد الزيوت، كوني على يقين اختي سناء بان البشره ديالها ديما غادي تبقى عندها النضاره ديالها وديما غتبقى محافظه عليها. وحول العينين شنو هي اهم زيت في العشرينيات؟ زيت هي الزيت حول العينين كتستعمل كلشي، اللي هي زيت الشاي. زيت الشاي الاخضر. الشاي الاخضر اللي عندها فوائد كبيره في هذه المشكلات ديال التجاعيد. منين السيده كتوصل 30 سنه فما فوق، عاوتاني من 30 حتى 40 سنه، شنو هي اهم الزيوت اللي كتنصحها بها؟ هي هاد الزيوت اللي قلنا ديال الخيار، وكنوليو كندخلوا زيوت اللي كتكون قاصحه شويه بحال زيت السالميه مثلا، كندخلوا زيت السالميه، كندخلوا زيت الزعتر حتى هي عندها فوائد كبيره على هذه المشكله هذا ديال التجاعيد، وفي مواد ليراستين. وكذلك واحد الزيت اللي كاين دابا هو الزيت ديال الروز، راه ولات دابا كتباع وموجوده، الزيت ديال النخاله ديال الروز كذلك عندها فوائد كبيره في هذا المشكل هذا ديال التجاعيد. منين السيده كتوصل 40 سنه فما فوق، شنو هي في هذه المرحله هذه من السن ديالها اهم زيوت المنصوح بها لمحاربه التجاعيد دكتور عماد؟ نعم فهذه المرحله كتستعمل الزيوت عفوا اللي هضرنا عليها، وهنا كتولي كتدخل واحد المواد اللي كتكون شويه قاصحه، المواد اللي كتعطينا الجباد ديال البشره. شنو هما هذه المواد؟ الطين الاخضر، الروز، الماء ديال الروز اللي هضرنا عليه، الماء ديال الروز، كذلك الطين الابيض اللي فيه ماده الكاولين، هادو كيدخلوا هاد المواد هادي اللي كتساعد مع دوك الزيوت باش كيعطينا داك كيجبد لينا شويه البشره ديالنا. زيوت بحال زيت الجزر او زيت بذور العنب شنو اهميتها في محاربه التجاعيد؟ زيت الجزر، زيت الجزر غير خصنا نديروها بالليل لانها مهيج لاشعه الشمس وتقدر تعطينا السموريه الصباح، اذا زيت الجزر كنديروها بالليل كندهنوها مده ديال ساعه وكنغسلوها. زيت بذور العنب كذلك فيها حيويه، فيها مواد اللي كتغذي لنا البشره، وكذلك زيت بذور العنب فيها مواد اللي كتحيي لنا الكولاجين،
حتى الا كان باقي شي شويه ديال الكولاجين فيه الروح في البشره ديالنا كيحيا وكيعاود كتعطينا ديك النضاره ديالها. على الصفحه الرسميه ديالي ديال الفيسبوك ام خالد سعاد كتحيينا من اكادير وكتقول لك الزوج ديالها العمر ديالو 40 سنه وعنده مشكل تجاعيد غير في المحيط العينين فقط شي وصفه الله ينوركم. نعم فغادي يستعمل الزيت ديال الشاي الاخضر اللي هضرنا عليها والزيت ديال النخاله ديال الروز زيت النخاله ديال الروز والزيت ديال الشاي الاخضر معلقه كبيره من كل زيت غادي يخلطهم ويدهن بهم تحت العين ديالو في البلاصه اللي عنده فيها هذا المشكل يخليهم واحد المده ديال ساعه ويمسحهم بالقطن بلا ما يغسلهم. اللي كتقول لك ما لقاتش زيت الخوخ باش دير الوصفه ديال الرموش باش تعوضها؟ كنا قلنا زيت المشماش اظن اذا زيت المشماش تعوضها بزيت الخروع. الام ديال حنان عندها تجاعيد في المحيط ديال الفم ديالها والظاهر انها وقع لها بحال الاخت اللي سمعنا وبحال اخوات بحال اخرين اللي كيطرحوا علينا نفس السؤال لانه السيده كتغلاض وكتنقص عاوتاني كتضعف فبالتالي وقع لهم ارتخاء في البشره ديال الوجه والوجه كيخوى بزاف وكيوليو عندهم تجاعيد باش تنصحهم. هنا نستعملوا زيت بذور العنب مع زيت الهنديه، زيت بذور العنب مع زيت الهنديه معلقه كبيره من كل زيت وكنديروا بهم واحد الماساج في البلايص اللي عندنا فيهم هذا المشكل هذا ديال التجاعيد وكنخليوها مده ديال ساعه وكنمسحوها وكنداوموا عليها كل نهار ماشي مشكل ما فيهاش مضره غير بالليل ماشي بالنهار. اذا هذه الوصفه صالحه لكل السيدات اللي عندهم هذا المفعول هذا ديال الوجه كيضعف لانهم نقصوا في الوزن. نعم. وكاين ارتخاء ديال البشره ديال الوجه هذه في نفس الوقت كتعاود تشغل تحيي الكولاجين الطبيعي وفي نفس الوقت كتنفخ البشره لان كترجع لها الماء اللي كيتفقد منها حيت هنا الماء اللي مشى لنا من البشره كيرجعوا لنا هذه المواد المرطبه الطبيعيه. حنايا كنشكرو كثير دكتور عماد على كل الوصفات.